الفروق بقى ما بينهم في الأعراض في الإحساس طبعا. يعني ال 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 الشريان مش هنحس بيه، لكن هنشوف نزيف نزيف كبير قوي، ونادر قوي ما الايد تبيض من نتيجه شريان، نظرا لان معظم الحاجات الطرفيه بيبقى لها اكتر من الدم مش داخل من اكتر من امداد دموي، اكتر من مصدر، اكتر من مصدر صحيح. لكن النزيف هيبقى في الشريان واضح جدا، ده بالنسبه للشرايين. العصب ايوه يدي في الاساس فقدان احساس. تمام. ده ممكن من نسأل كويس والعين مركز معانا ما هوش مشدود قوي، ممكن نوصل من مجرد ان احنا ندور على الاحساس فقد فين او مش موجود فين، يدينا فكره ايه اللي متعور من الاعصاب. اما الاوتار في فقدان حركي، فقدان للحركه. وان كان في بعض الاوتار لا يمكن اكتشافها بالفحص التقليدي وعيان مجروح. تمام. مثلا الابهام لو اصابه فيه والصباع بيتني فالوتر اكيد سليم، بس سليم دي هنرجع فيها خطوه لورا. سليم ده نسبيا يعني. نسبيا اتليست في جزء كبير منه سليم. تمام. اوكي. لكن الصوابع كل وتر الابهام له وتر واحد بس بيتني. لكن الصوابع لها وترين بيتنوها، والوتر الاعمق اطول. فممكن يبقى في اصابه هنا والصباع يتني بس الوتر السطحي متعور مقطوع. فلذلك القاعده الطبيه بتقول ان اي حاجه عميقه، في اصابه عميقه في الدراع في الكفه، أيوة لابد من تصلحها بمخدر عام ببنج يعني تخدير، ايوه، وفي اوضه العمليات لازم داخل غرفه العمليات، لانه الايد دمويتها عاليه جدا، فاحنا لازم نستخدم جهاز يحبس الدم عشان نقدر نتعرف على ايه متصاب بالظبط. لازم نغسل كويس جدا ولازم يبقى عندنا تكبير يسمح لنا ان احنا نشوف الاعصاب والاوتار والشرايين ونصلح الكلام ده. تمام. فهي زي ما اتفقنا، نغسل، نضغط على الدم ونغطي، نروح المستشفى. ايوه. ولو حاجه سطحيه ممكن تاخد غرزه في الطارق، بس لو اي حاجه عميقه لازم تخدير كامل، جهاز يحبس الدم عن الدراع، تكبير جراحي عشان نشوف الطرف المصاب ونصلحه باذن الله.